اكتشاف المواهب لا هو فضل ولا هو منة ولا هو حاجة زيادة كده احنا بنعملها مجدع مننا، ده واجب على كل حد موجود في موقعه. كل حد قاعد على كرسيه النهاردة لازم يبقى مركز جدا مين اللي هيجي بكرة، ولو انا مش قادر احضر اللي هيجي يقعد بعدي يبقى انا مش بحب البلد دي بجد. انا بحب نفسي وبحب استفيد لوحدي وبحب الناس تحبني لوحدي وتعرفني لوحدي. فالحقيقة انه دايرة انه تفضل مصر تنتج مواهب وتطلع نجوم ده واجب على كل حد فينا، وعشان كده برضو هتلاقونا بننحاز لمسابقة نجوم التاسعة ونحس انها فضل وواجب وقيمة حقيقية بتحصل من المصريين الموهوبين اللي عنده فرصة يطلع نجوم جديدة. برنامج التاسعة مازال بينتظر وبيستقبل رسائل المواهب والمبدعين في مسابقة التاسعة اللي ما سمعش قبل كده بس احنا اتكلمنا عنها كتير قوي، هي اكبر مسابقة لاكتشاف المواهب في مجالات مختلفة. احنا بندور على مواهب في الغنى، في الشعر، في القصة القصيرة، والتقديم للمسابقة بسيط لوجستيا، فعشان كده مفتوح لكل الشباب المصريين من كل المحافظات. التقديم لسه ممتد لحد نهاية يوليو، بس بتبعت فيديو قصير لو انت موهوب فنيا او في الغنى، تبعت كمان PDF لو انت موهوب في الكتابة لعدد 3 مثلا من كتاباتك لو انت بتكتب شعر. خلونا نشوف برومو ونرجع كمان نستقبل مشاركاتكم. بنستقبل كل هذه الأعمال الفنية على صفحة التاسعة. شوفكم بعد فاصل قصير، بس خلونا أول نشوف برومو نجوم التاسعة. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك على قناة مصر الأولى.